مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. مدير أمن لحج يقدم اعتذاره لطالب تعرض للاعتداء على أيدي مسلحين. وفاة رجل في سقطرى عاش في كهف لمدة 70 عاما. ومن أخبارنا الفنية، فيلم يمني يفوز بجائزة في مهرجان أسوان في مصر. تتابع صحيفة الأيام الصادرة في العاصمة المؤقتة عدن تداعيات الاعتداء على طالب في لحج. ارتدى ملابس مدرسية لم تعجب قوات أمنية في لحج، فأقدم عدد من أفرادها إلى الاعتداء عليه بعد مهاجمة مدرسته. وتعنون الأيام: اعتذار مدير الأمن ينهي واقعة الاعتداء على طالب بلحج. وقالت الأيام إن الجهود والمساعي التي بذلها العميد صالح السيد مدير إدارة الأمن بمحافظة لحج أسهمت في إنهاء الأزمة الناجمة عن اعتداء أفراد من الأمن على أحد طلاب مدرسة بمديرية تبن، والتي تسببت تداعياتها بتوقف العملية التعليمية وإثارة حالة من الغضب بين الأهالي. وفي سياق مساعيه لإنهاء تلك الأزمة، زار العميد السيد مدرسة الطالب بمعية مستشار المحافظة لشؤون الأمن والدفاع، حيث قدم اعتذاره الشخصي على واقعة الاعتداء التي تعرض لها الطالب هشام هندي قبل بضعة أيام على يد أفراد من الأمن. وكانت المنطقة قد شهدت فعاليات تضامن مع الطالب هشام الذي كان يرتدي ثيابا مدرسية مختلفة عن زملائه تتناسب مع قياسه، حيث أنه لم يستطع توفير غيرها. موت جديد في معتقلات ميليشيا الحوثي. ووفقا لموقع الصحوانت، وفاة مختطف في سجون ميليشيا الحوثي بذمار جراء الإهمال الطبي. وقال الموقع إن المختطف هلال الجرف توفي قبل يومين في إحدى سجون ميليشيا الحوثي بمحافظة ذمار جراء الإهمال الطبي بعد إصابته بعدوى مرض السل المنتشر بين المختطفين في سجونها. وقالت مصادر مطلعة إن المعتقل الذي ينتمي إلى مديرية وصاب العالي غربي مدينة ذمار توفي نتيجة تفشي الأمراض المعدية والقاتلة بين المختطفين في سجون الحوثيين بالمحافظة. وأكدت المصادر أن المعتقل تعرض للاختطاف أكثر من مرة، وفي المرة الأخيرة اختطف من منزله وظل سجينا قرابة العام رغم معاناته من الأمراض النفسية وإصابته بالعديد من الأمراض المعدية. عن محاولات اليمنيين في إقامة دولتهم على مراحل طويلة وفشل معظم تلك المحاولات، كتب محمد عبد الوهاب الشيباني مقاله المنشور في الموقع بوست مضيفا في جزء منه: لأكثر من خمسة عقود ونصف لم تبنى دولة في شمال اليمن، حتى أن إرث السنوات القليلة التي خلفها حكم الرئيس الحمدي دمر بذات الأدوات التي فككت لاحقا الإرث السياسي والاجتماعي لتقاليد الدولة في الجنوب بمزاج الغلبة لتحالف جائحة صيف 1994 المتشكل من مكونات ما قبل الدولة: الجماعات الدينية، البنى القبلية، الموالون المناطقيون، حتى يتسنى لهذا التحالف إعادة صياغة الأنموذج الهلامي لشكل الحكم في الشمال وتعزيزه على الأرض وفي الوعي. وعوضاً عن بناء الدولة، بنيت سلطة غاشمة قامت على قاعدة تحالفات متخلفة ومحافظة، وعملت بشكل ممنهج على محو أثار المحاولات القليلة لعمليات التحديث في بعض من الزمن المتقطع هنا وهناك. سلطة استثمرت في كل شيء: الدين والسياسة والفساد، وحاولت منذ أوساط التسعينيات إيهام المحيط والإقليم والعالم بأصباغها وقشرتها المدنية الزائفة. البرلمان والقضاء والحكومات بتماسكها كدولة ناشئة تستلهم من تحولات العالم رؤيتها في الديمقراطية والتنمية. لكن مع أول خضة سقط قصر الرمل هذا بيد مستنبت قديم جديد في جسم السلطة ذاتها، وأتى من وعي ما قبل الدولة والمواطنة، وإن السلطة المتغولة التي قهرت مواطنيها طويلا لم تكن سوى نمور. وأتى من وعي ما قبل الدولة والمواطنة إن السلطة المتغولة التي قهرت مواطنيها طويلا لم تكن سوى نمور. الانسدادات الطويلة والمستحكمة
في مجرى بناء الدولة، وتراكم الفساد والاستبداد، وإفراغ مشروع الجمهورية من محتواه الأخلاقي والسياسي، وتدمير العملية السياسية في البلاد، أفضى إلى انفجار جسم السلطة مطلع 2011 وانشطارها الرأسي في عمق مكونها المناطقي والأيديولوجي. فجرت قسم منه حلم ثورة فبراير حينما أعاد ترسيم السلطة بشروط وتموضعات جديدة باتخاذه لمطالب الثورة التي احتواها متراسا للتسوية الذي أوصل الجميع إلى اقتسام الخراب. نجح مزارع بحضرموت شرقي اليمن في زراعة محصول الأرز لأول مرة بالمحافظة، وقد نالت تجربته اهتماما بالغا، حيث عنوان الموقع بوست بتجارب ذاتية مزارع ينجح في زراعة الأرز لأول مرة في حضرموت. وقال المزارع هود عاشور باسيود إن المحصول يعتبر ذا جودة عالية من الأرز البسمتي، وتمت زراعته من بذور باكستانية ويتميز بتكيفه مع الأجواء الجافة. وحول فكرة زراعة الأرز قال باسيود في حديثه للموقع بوست إن ذلك كان حلما يراوده، ووجد إجابته لدى بعثة طبية صينية كانت تعمل بمستشفى سيئون في العام 2006، والتي أكدت له إمكانية تقبل مناخ وادي حضرموت لزراعة الأرز. وأشار باسيود إلى أن تجربته بدأت على فترات زمنية جرى خلالها مراقبة المحصول والتأثيرات المناخية عليه والفترة الزمنية المناسبة للزراعة على مدار العام. واستطاع باسيود الذي حقق نجاحا في تجارب سابقة بزراعة محاصيل متعددة في كسر قاعدة طلب محصول الأرز للمياه بشكل كبير من خلال التجربة الحالية، حيث قام بزراعة المحصول على أرضية منحنية أثبت خلالها أن المكان الذي انساب الماء إليه بكثرة لا تنبت فيه المحاصيل، أما المواقع التي يقل تركز المياه فيها فقد نبت المحصول فيها، إلى جانب ازدهار البذور التي كانت على مساحة التجربة والتي كانت تسقى من خلال الرطوبة، إلى جانب تكاثر سنابلها. توفي أحد معمري جزيرة سقطرى ويدعى شيخ صعالف بعد أن عاش أكثر من 70 عاما في إحدى الكهوف هناك ليبتعد عن قريته والناس والتقاليد الجديدة التي طرأت على الجزيرة والتقنية الحديثة وغيرها. وقد عنون موقع اليمن الغد وفاة شيخ صعالف من أبناء سقطرى عاش في إحدى كهوف الجزيرة، وكان المعمر قد ترك قريته وآثر الحياة في إحدى الكهوف ليتعايش مع الطبيعة ويأكل من خيرها ومن لحوم الأغنام والحيوانات التي رباها منذ القدم. وانتشرت عدة صور للرجل وهو في إحدى الكهوف الذي يعيش بها، ولم يغير المكان منذ بداية حياته في ذلك الكهف، ولا يمر سياح إلى محافظة أرخبيل سقطرى إلا ويزور كهفه ويشاركوها أكله وقهوته. يتابع الموقع: عاش المعمر حياة بدائية جدا ولم يكترث للتطورات والتكنولوجيا التي وصلت كل مكان، بينما ظل وهو يوقد النار ويطهي أكله بشكل بدائي جدا. لا تنتهي الحروب الأهلية إلا عندما تدرك الأطراف المتحاربة أنها ستجني بالسلام ما لم تجنيه بالحرب. هكذا بدأ خالد اللبود مقاله في موقع قناة بلقيس، مضيفا في جزء منه: بعيداً عن دور الإقليم ودور المجتمع الدولي، فإن السلام الدائم في اليمن لن يأتي به إلا اليمنيون أنفسهم. نعتقد أن من أهم الأسباب التي تحول دون العمل بجدية لتحقيق السلام في اليمن تتمثل في وجود قلق كبير لدى القوى التي تنتمي لطرفي الحرب من بعضها البعض حيال دورها فيما بعد الحرب. ويبدو لنا هذا القلق على استحياء في الطرف الانقلابي، ولكنه واضح جداً في طرف السلطة الشرعية. وهذا القلق ينعكس على سلوكيات هذه الأطراف في ميادين الحرب وميادين التفاوض والسياسة. فهناك قوى في طرفي الحرب تربط وجودها اليوم باستمرار الحرب، كونها لا تمتلك واجهة سياسية تضمن لها تواجدها في سلطة ما بعد الحرب، وقوى ترى أن الآخرين ربما سيحملونها مسؤولية اندلاع الحرب وسيعملون على إبعادها من سلطة ما بعد الحرب، وقوى ترى أن هناك حالة من الاستعداء والتحريض ضدها وتتخوف أن يتم استهدافها فيما بعد الحرب، وأن الآخرين سيعملون على تحجيم دورها في سلطة ما بعد الحرب إذا لم يكن منعها تماماً من التواجد في تلك السلطة. هناك قوى ترى أنها تتحرك في مشاريعها بحرية أكبر في فترة الحرب، وأن السلام سيحمل معه مشاريع أكبر منها ولن تتمكن من مجاراة القوى الأخرى إذا ما توقفت الحرب. وهناك قوى ترى أنها ليست جزءاً من الحرب رغم مواقفها السياسية فيها،
وتتخوف أن تكون سلطة ما بعد الحرب قائمة على أساس استحقاقات الحرب والتي لم يكن لها دور مباشر فيها، مما سيحجم دورها في سلطة ما بعد الحرب. في تحقيق استقصائي لموقع الدي دبليو الألماني عن الأسلحة المستخدمة في حرب اليمن بعنوان في حرب اليمن قوات التحالف تعتمد على الأسلحة والتكنولوجيا الألمانية، وكان عالم الحرب كما وصفه أحد المراقبين معروضا للمشاهدة في أبو ظبي الأسبوع الماضي، ففي معرض أيدكس الدفاعي وهو الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط قامت أكثر من 1200 شركة بعرض أحدث تقنياتها الدفاعية، وكان كثير من أجنحة المعرض تحت إشراف ممثلين لشركات الأسلحة الألمانية. في هذا العام قامت الدولة المضيفة الإمارات العربية المتحدة بعقد صفقات شراء عسكرية تزيد قيمتها على 5 مليارات دولار مع شركات وطنية ودولية، من بينها شركات لتصنيع الأسلحة من الولايات المتحدة وأوروبا. لطالما كانت الإمارات واحدة من كبار عملاء ألمانيا عندما يتعلق الأمر بتكنولوجيا الأسلحة والدفاع، لكن منذ عام 2015 كان جيشها أحد أطراف الحرب الرئيسية في واحدة من أكثر الصراعات الدموية في العالم، الحرب في اليمن، وقد وصفتها الأمم المتحدة بأنها أسوأ نزاع إنساني في عصرنا الحالي، حيث تم دفع ملايين البشر إلى حافة المجاعة كما قتل الآلاف. ومؤخرا صرح وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير للدي دبليو إنه ليس على علم بالأسلحة المصدرة من ألمانيا في النزاع اليمني، وأوضح قائلا: لم أسمع بأي أخبار عن هذا الأمر حتى الآن. لكن دي دبليو قامت باصطياد للقطات مفتوحة المصدر من مواقع تويتر ويوتيوب وجوجل إيرت، بالإضافة إلى تقارير إخبارية وصورا من الوكالات، والنتيجة دليل قاطع على وجود الأسلحة والتكنولوجيا الألمانية الصنع في اليمن في الجو والبحر والبر. صحيفة سويس إنفو سويسرية وفي تقرير ترجم خصيصا لقناة بلقيس قالت إنه في مؤتمر حول الأزمة الإنسانية في اليمن تعهدت الدول المانحة بتقديم 2,600,000,000 دولار كمساعدات. ليس لدينا الحق في نسيان اليمن، هذا ما قالته في افتتاحية المؤتمر الوزيرة السويسرية سيمونيتا سوماروغا. وفي كلمتها أعلنت مساهمة سويسرا ب 13,500,000 فرنك في مجال المساعدات الإنسانية و1,000,000 دولار إضافية لجهود السلام التي يبذلها مبعوث الأمم المتحدة مارتن جريفيث. بعد المحادثات الأخيرة في السويد ترأس سويسرا الاجتماع الخارجي للجهات المانحة في جنيف، وقد أشار المجلس الاتحادي إلى أنها وكدولة استضافت محادثات السلام حول اليمن في الماضي، ستكون مستعدة لتقديم خدماتها جيدا في المستقبل أيضا. من جانبهما تعهدت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بدفع حوالي 30% من المبلغ الموعود البالغ 2,600,000,000 دولار، وهاتان القوتان هما من قادتا حربا دموية في اليمن. الصحيفة الفرنسية تعود للقول على لسان رئيس المساعدات الإنسانية السويسرية مانويل بيسلر أن ما قدمته السعودية والإمارات لا يخول لهما انتهاك القانون الإنساني الدولي، وإلى الآن لم نحصل على التعهدات بعد، فأطراف النزاع لا تفي بالتزاماتها في أغلب الأحيان. وقد أشارت منظمة أطباء بلا حدود إلى أن هاتين الدولتين مسؤولتان عن مضاعفة الاحتياجات الإنسانية، كما أنهما تعوقان إيصال المساعدات. عن أسطورة الاستبداد الشرقي تحت هذا العنوان كتب خليل العناني ما قاله المنشور في العربي الجديد: لا يمكن إنكار أن المنطقة العربية تظل آخر المناطق العالم انتقالا إلى الديمقراطية، ولكن المسألة لا تتعلق بعدم رغبة العرب في التحرر من الاستبداد أو بميل طبيعي بداخلهم إلى الاستبداد أو بأن ثقافتهم ودينهم وعاداتهم تفضل الاستبداد على الحرية. فما شهدناه ولا نزال من انتفاضات وثورات واحتجاجات تطالب بالحرية والانعتاق من الاستبداد في أكثر من نصف البلدان العربية طوال العقد الماضي يؤكد أن ثمة طلباً حقيقياً على الحرية وعلى الرغبة في إنهاء الاستبداد. وكلما ظن بعضهم خطأً أن الثورات والانتفاضات العربية قد انتهت، خصوصاً بعدما حدث في مصر وسوريا واليمن وليبيا، يفاجؤون باحتجاجات وانتفاضات جديدة في بقع أخرى من العالم العربي، مثل ما الحال الآن في السودان والجزائر، في حين يتم تجاهل دعم الغرب المتواصل للأنظمة السلطوية والذي يبدو كفيلاً بإجهاض كل محاولات التحرر من الاستبداد. فمثلاً مصر وسوريا والجزائر وهي البلدان الثلاثة التي شهدت ثورات وانتفاضات في مراحل مختلفة،
ولكن انتفاضاتها تم إجهاضها والانقلاب عليها من خلال تحالف سياسي بين الأنظمة السلطوية والغرب. ففي مصر لم يقوى الغرب على تسمية ما حدث في 3 من يوليو/تموز/2013 انقلاباً، على الرغم من وضوحه بشكل لا يدع للشك مجالاً، بل دعم ولا يزال النظام الذي قفز على السلطة بعد ذلك ويمارس كل أنواع القمع والقتل والتعذيب. ولولا الدعم العسكري الروسي للنظام السوري الذي كاد أن يسقط لما بقي بشار الأسد في السلطة، ولولا تحالف فرنسا مع العسكري في الجزائر أوائل التسعينيات وانقلابهما على نتائج الانتخابات التشريعية عام 1991، لما دخلت الجزائر في حرب أهلية دامية راح ضحيتها الملايين، ولا يزال بعضهم يخاف من تكرارها. قطعاً لا يعني هذا لوم الغرب وحده على مأساة الاستبداد في بلداننا، وإنما يعني بالأساس أن مقولة الاستبداد الشرقي ليست سوى مجرد هروب من الواقع وتبرير ساذج لدعم حكوماتهم المستمر للمستبدين العرب. شبكة البي بي سي البريطانية تعنون في صفحتها الرئيسية: محامي دونالد ترامب السابق أمام الكونغرس، ترامب عنصري وغشاش وكان يدير الأكاذيب لخداع الشعب الأمريكي. وزعم مايكل كوهين المحامي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن ترامب طلب منه أن يكذب بشأن صفقة عقارية في العاصمة الروسية موسكو أثناء حملة الانتخابية لرئاسة الولايات المتحدة في عام 2016. وفي شهادته أمام الكونغرس قال كوهين إن ترامب أدار خططا سرية لإنشاء ناطحة سحاب في نفس الوقت الذي كان ينكر فيه وجود أي عمل تجاري في روسيا. وقال أيضا إن ترامب كان على علم باختراق البريد الإلكتروني للحزب الديمقراطي وتسريب رسائل للمرشحة المنافسة هيلاري كلينتون، وأفاد أن الرئيس الأمريكي عنصري ومخادع وغشاش. وعلق ترامب على شهادة كوهين بأنه يكذب من أجل تقليل عقوبة السجن المحكوم عليه بها. إلى صحيفة القدس العربي والتي عنونت في أخبارها الفنية: الفيلم اليمني 10 أيام قبل الزفة يفوز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة بمهرجان أسوان، حيث اختتمت في مصر فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة بمحافظة أسوان. وقام السيناريست محمد عبد الخالق رئيس المهرجان والفنانة ليلى علوي رئيسة لجنة التحكيم بتوزيع الجوائز على الفائزين، حيث حصد الفيلم الجورجي الفرنسي الألماني قبل أن يعود بجائزة أفضل فيلم بمسابقة الفيلم الطويل، وفاز بجائزة أفضل مخرج لازالو نيميس عن الفيلم المجري الفرنسي غروب الشمس، وفاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة الفيلم اليمني 10 أيام قبل الزفة. كما منحت لجنة التحكيم تنويها خاصا للفيلم اللبناني يمشي وبعد. صور جوية بعدسة المصور الفرنسي يان أرثوس بيرتنارد، حيث التقط أجمل المشاهد من حضرموت وما حولها بما فيها المكلا وسيئون والصحراء، بالإضافة إلى صور من صنعاء وما حولها أيضا، نتابعها في جولتنا المصورة نقلا عن موقع مأرب بريس. ماذا تقول لنا الريشة اليوم؟ هذا ما سنعرفه من خلال رسوم الكاريكاتير التي نشرتها الصحف، فلنتابع.
بهذه المجموعة من الصور ورسوم الكاريكاتير نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.